السلام عليكم، مساء الخير، شو اخباركم، شو علومكم؟ الفتره الماضيه او الاسبوع الماضي اشتريت هالجهاز، الجهاز اندرويد فول اندرويد سيستم حال السياره. هذا طبعا يحول الشاشه اللي هي كذا لاصل، براويكم لاصل الشاشه كذا، وانتم تحولوها عشان تكون اندرويد. اندرويد حالها حال تلفون. الجهاز اللي هو هذا المركب لنا في اليو اس بي، تركب عليه سيم كارد، يعني الانترنت تكون من نوفي، وفي نفس الوقت بإمكانكم من الجهاز ده تسوي هوت سبوت، يعني انت جالس في السيارة تستخدم الانترنت اللي هنا، او اي حد عندك في السيارة استخدم الانترنت الموجودة في الجهاز هذا، يحول لك شاشة بهالشكل. طبعا هي اندرويد، بإمكانك تخزن اي برنامج فيها، تشوف ملفات، فيديوهات، افلام تلعب عليها، او اي شيء ثاني. نفتح اليوتيوب كمثال، انا ما مركب عليها الحين سم، لكن وصلنا بالواي فاي، نشغل اي شيء عشان تشوفوا انه كان يشغلنا اي شيء على الشاشة. حال حال اي اندرويد، ضبطوا على راحتكم، تشغلوا في جوجل مابس. زين، الجهاز يدعم اندرويد اوتو، ويدعم نفس الوقت ابل كار بلاي. بامكانكم توصلوا عنها عن طريق الاوتو كيت، انتو تضغط على ذا ويختار لكم بروحه التوصيل المناسب حق الجهاز، سواء كان ايفون او كان سامسونج او اي جهاز ثاني اندرويد. تمام، الجهاز اللي ماخذه انا اللي هو سعته 8 جي بي 128 جي بي رام. تمام، هاي الجهاز ينفعكم في السيارة، ما لازم تغيروا الشاشة عشان تحطوا